أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. واليوم اخترنا لكم رواد أعمال من دولة الإمارات العربية المتحدة. اخترنا لكم السيد حميد والسيد محمد من كوفينا كافيه، وحصريا في إمارة رأس الخيمة. اليوم احنا ببداية برنامجنا حابين نتعرف على شخصك الكريم ونعرف السادة المشاهدين عليك أكثر. سيد حميد، السلام عليكم. وياكم حميد حمد بن خلف من إمارة القيوين، متخرج من الجامعة بشهادة بكالوريوس. حياك الله أستاذ حميد، تشرفنا فيك. أستاذ محمد، تعرفنا عن شخصك الكريم. أنا نفسي محمد بن خلف، ومتخرج من الجامعة بشهادة بكالوريوس، ومن سكان القيوين. يا حياكم الله. حابين اليوم نتعرف ايضا على من وين جاءت الفكره لتاسيس كوفينا كافيه باماره راس الخيمه. كيف فكره كوفينا كافيه؟ انا كحميد ومحمد من محبي الكوفي، وكنا يعني ما نخلي يعني اي اماره من امارات دول نحط الكوفيات كلها تقريبا، من محبي الكوفيات يعني باكثر شيء سبيشاليتي كوفي. ما شاء الله. وجدنا فكره كوفينا وحبينا ان نفتح المشروع هذا هو في اماره راس الخيمه، ونحب ان نطور منه. حلو، يعني من باب المحبه وما وباب هوايه. نعم نعم، الحمد لله الله وفقنا لهذا الكوفي، ودائما نطمح للافضل يعني. ان شاء الله يا رب، ان شاء الله بنشوفكم يا ربي باعلى المراتب. سيد حميد وسيد محمد، حابين اليوم ايضا سيد حميد نتعرف ونعرف سيد المشاهدين على الخدمات اللي بتقدموها في كوفينا كافيه بشكل عام. الخدمات اللي نقدمها في كوفينا كافيه هي من جميع انواع سبيشالتي كوفي، وعندنا من تبدا من الصباح عندنا الريوق، يبدا عندنا تقريبا لين الساعه 4 العصر عندنا الريوق، لان في اشياء هي عربيه في اشياء ايطاليه، يعني نمكس في الريوق. نحن ما عندنا يعني طبقه واحد، عندنا كذا طبقه، فيستمر عندنا لين الساعه 4، ومن بعدها عندنا السبيشالتي كوفيز مع السويتات، يعني نحاول نطمح الاشياء السويتات اللي مش موجوده في مناطق راس الخيمه. وعندنا نفس الاون ستوديو اللي عندنا هنا كمساعده النساء، عندنا اللي يبغون يسوون الاكواب السوالف الفخار وهالامور، يعني نحاول نطور من الكوفي من هالامور، نحاول نزيد منها. ما شاء الله ما شاء الله، جميل. سوينا بعد هذه اللي عندك تشوف الكباين حق العوائل يعني، والناس اللي تبغى شيء خاص يعني. جميل جدا، يعني احنا ما شاء الله دخلنا الكافيه وشفنا بصراحه يعني عده جلسات، حتى جلسات مختلفه اليوم، يعني في تنوع بين الناس. تحب البرايب، تحب الشيء الخاص يعني، وتاخذ راحتها يعني بنفس الوقت. صحيح صحيح، وما شاء الله حتى هالمناظر الحلوه يعني، هالورود وهالمناظر اللي بتريح العين حتى يعني بالنظره وانت جالس. نحاول قد ما نقدر نسعد الزباين يعني. ما شاء الله الله يوفقك. يعني على موضوع الكباين بعد، في عندنا تي عوايل تسوي عندنا شو البيرث دايز، فتبغى شو البيرث داي في البرايفت، المكان البرايفت، فعندهم الكباين هم يستعملونها كالبيرث داي. وعندنا يعني بعد فكره نحن زياده، عندنا الايفنتات يعني نفس الويدنجز، العزايم، البيرث داي، عندنا نفس الكيوسك يطلع مع الكوفي للبيوت للعراس، نعملهم كوفي على مدى اليوم على مدى الساعات اللي اليوم اللي يبونه، متوفر 24 ساعة عندنا موجود. ما شاء الله ما شاء الله يوفقكم. حابين اليوم ايضا استاذ محمد نتعرف ونعرف السادة المشاهدين على الاشياء اللي بتميزكم اليوم في عملكم. نعم، في اشياء كثيرة الحمد لله تميزنا فيها. ما شاء الله كوفينا اللي هو فرع راس الخيمة اكبر فرع في الدولة. ما شاء الله. نعم، متميز في الريوق اللي هو البريكفاست. نعم، والمكان ما شاء الله وايد ممتاز، وفي موجود اللي هو درايف ثرو، بعد الفرع الوحيد اللي فيه درايف ثرو. نعم، ونفس ما تشوف ما شاء الله يعني. ما شاء الله ما شاء الله، بالتوفيق ان شاء الله. اتمنى لكم دوام التقدم والتميز ان شاء الله. ايضا استاذ حميد، بدنا نتعرف على الرؤيه المستقبليه لكم، النظره المستقبليه، وين بنشوفكم بالمستقبل؟ ان شاء الله قد ما نقدر نبي نتطور ونطلع في دول الخليج العربيه، يعني كل الدول تقريبا الخليج، ونحاول قد ما نقدر بعد في الرؤيه المستقبليه الجايه نطلع على الدول الاوروبيه. ما شاء الله ما شاء الله. ان شاء الله بعد نوفر اشياء في الكوفي مو موجوده في كوفيات الدول. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، ان شاء الله دوام التقدم والنجاح والتميز، وان شاء الله بنشوفكم على مستوى العالميه باذن الله تعالى. ان شاء الله تعالى. باذن الله. ما شاء الله عليكم، يعني شباب طموح، وليش لا يعني، شيء فكره ما في شيء صعب وما في شيء مستحيل. اكيد اكيد، احنا اليوم بدوله الامارات العربيه المتحده يعني ماشيين على خطى، اللي بتقدر اللي تبغيه بتوصل له. اكيد ما في شيء يوقف قدامك، دوله الامارات العربيه المتحده موفرين لك كل شيء من الامور، المساعدات
اللي تبغى توصله بتوصله مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ما مقصرين يا شيوخ. أكيد أكيد هذه الأشياء يعني. أكيد بالطبع. اليوم بدنا نحكي، اليوم إحنا بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم دولة الإمارات أصبحت من أوائل الدول في موضوع الأمن والأمان ومجال الأمن والأمان، بالإضافة أيضا إنها بتوفر أرض خصبة للاستثمار. اليوم شو بيعني لكم كمواطن إماراتي؟ اليوم شو بيعني لك الأمن والأمان؟ شو بتعني لك دولة الإمارات العربية المتحدة؟ كالأمن والأمان الحمد لله أننا ما مقصرين في كل إمارات الدولة، الأمن والأمان يعني واصل للدرجة الممتازة. وفي شيء ثاني سواء يعني البزنس وهالأمور، يعني نحن كشباب في كل إمارات الدولة مسوين شو مشروع الشباب، دعم مشاريع الشباب. فهذه دعم مشاريع الشباب، إذا أنت ما عندك التكلفة اللي تشتغل فيها على هالشيء كالرخص والامور هذه، دعم مشاريع شباب يساعدك هالشيء. يوقفون وياك نعم وما يقصرون في شيء. اكيد اكيد صحيح. طبعا هذا طبعا المحافظ على نعمه الامن والامان وتوفير الارض الخصبه للاستثمار ايضا ودعم مشاريع الشباب لم ياتي من فراغ، طبعا جاء من قياده حكيمه وقياده رشيده. اليوم كيف بتحبوا توجهوا لهم رساله شكر؟ في البداية نحب نشكرهم على دعمهم وعلى وقفتهم وعلى سهولة التعامل معهم، يعني في سلاسة في التعامل معهم، ما في شيء صعب. الله عملك الحمد مسهلين لنا كل الأمور هذه الحمد لله. وقول كبداية الموضوع أنك بدأ ويانا المشروع بمساعدة من الله يطول عمر شيوخنا، ساعدونا في هالأمور يعني قد ما قدروا أن يخلون للمواطن أنه يقدر يبدع في مجاله في مشروعه، ما وقف عليه شيء. يعني الله يطول بعمر شيوخنا أعطونا الدعم يخلونا نشوف للمستقبل الأمام، ما نقدر يعني ما يخلونك توقف تقول أنا ما أقدر. يقول لك والشيخ محمد بن زايد، ما الشيخ محمد براشد يقول لك ما أرضى بالرغم الأول. أكيد أكيد طبعا. نعم طبعا. الله يطول بعمر الشيوخ جميعا إن شاء الله تعالى، ويديم نعمة الأمن والأمان على دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى جميع الدول العربية والإسلامية. قبل نهاية برنامجنا حابين نعرف السادة المشاهدين على موقعكم الجغرافي، موقع كوفينا كافيه، وكيفية التواصل معكم. إذا عن التواصل، التواصل في كل برامج السوشيال ميديا موجودين، ومكانه على شارع الاتحاد منطقة رأس الخيمة مقابل مينا العرب. جميل. في منطقة الرفاعة. جميل جدا، يعني سهولة في الوصول عبر الموقع الجغرافي. يقدر يدخل يلقانا إن شاء الله. يعني بيدخل من جوجل ماب كوفينا رأس الخيمة موجود، بيدخل على الانستغرام موجود كل أرقام التواصل الموجودات عندهم. في كل شيء يعني في السلاسل الموجودة كاملة في رأس الخيمة. جميل. تقدر توصل من اي طريق، انت جاي من ام الجيمل على راس الخيمه على دربك، من راس خيمه رايح على ام الجيمل على دربك، من اي طريقتي وكوفينا على دربك. ما شاء الله ما شاء الله. اذا سهوله في الوصول عبر الموقع الجغرافي وايضا عن طريق جوجل ماب وعن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، وسوف تظهر ارقام الهواتف ووسائل التواصل الاجتماعي لكوفينا كافيه اسفل الشاشه. في نهايه برنامجنا حابين نشكركم جزيل الشكر سيد حميد وسيد محمد، وان شاء الله بيكون لنا لقاءات اخرى في المستقبل. ان شاء الله مشكورين وصلت المكان هذا وغطيته وجزاكم الله خير. شكرا مره اخرى. شكرا. الى هنا اعزائي المشاهدين نختم حلقتنا لهذا الاسبوع. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC العربية وعلى السوشيال ميديا. دمتم بخير وفي أمان الله.